حراك الشارع الجزائري يتواصل من كل حدب وصوب هبوا وإلى شوارع قلب العاصمة نزلوا، إلى أن البارز هو الجانب التضامني فيما بينهم. معدات طبية أحضرت ومستلزمات إسعافية جهزت، والهدف تقديم يد المساعدة لكل من طاله الضرر في غمرة المسيرة. كل معاني التلاحم والمواساة رسمت مشاهدها هنا، وكل على طريقته. فهذه جمعية خيرية قدمت من ولاية تيزي وزو خصيصا لإسعاف مثل هكذا حالات. دي مارينا ما صبح بكري 14 صبح من تيزي وزو افان دو رياليزي كوفرتشر سانيتير حنا في العاصمه. كما يخفى لكمش على كل حال صدر كونتيساجي جو مانيفستاسيون باراي ا شاك فوا صدر يكون دي ديفيرونت زانسيدون، دونك جينيرال ما يكونوا دي مالاز دي زازماتيك انسي تويت. دونك حنا صدر اوني لا بور ابورتي سكور نيسيسير بيان سور. كاين وين لقينا دي كا هكذا اوبليجي لانتيفونسيون. على كل حال انا نخدموا بلي موان اللي عندنا والحمد لله، ما انا نخدموا بدوا انا اللي قدرنا عليه حنا، ماشي مشكل. أما آخرون فتعددت أشكال تضامنهم بين توزيع مأكولات ومشروبات وحلويات، إلا أنها صبت في قالب واحد، التفاف وإعلاء لصوت واحد. تضامن، أنا هذا القاطو درته بنتي سي بوغ هادو ما كاع سي بوغ لي زالجيريا كاع. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. يا خويا احنا حبينا مظاهره سلميه حضاريه، وحبينا جور الشعب يضامن ما بيناه، وعلى بها جبنا الماء ورانا جور ننظموا. ماذا بينا ان شاء الله مور مظاهره تزيد نقوا كي نكملوا ان شاء الله، وهذه ماذا بينا ان شاء الله نخلوا صوره جيده لهذه المظاهره. هكذا إذن صنع الجزائريون حلقة أخرى من ملحمة التآزر والتضامن في خضم مسيرة أكدت وحدته وتماسكه ضمن حراك شعبي سطروا له العنوان متضامنون متضامنون.